شو هي البداية الصح أنا أبدأها مع طفلي؟ هل هذا بالفعل اللي أنا أريده؟ حتى الطفل لما يبدأ يكبر شوي يروح كي جي ون، نبدأ ندور للمنهج الدراسي، نبدأ ندور للمدرسة، صالات الرياضة، المدرسة، شكل المدرسة، المعلمين، الستاف، كل هذا نتخيل له، لأن إحنا أساساً فطرنا على أن نبحث دائماً عن الأحسن. أحسن شيء سبحان الله، دائماً نبحث عن المميز ونبدأ نفتش عنه. فلذلك الأهل يركزون على هذا الجانب. لكن في مقولة لسمو الشيخ محمد بن راشد يقول: النهايات العظيمة تبدأ بالبدايات الصغيرة. يعني اليوم لما تشوف أنت مثلا عالم وصل لمرحلة معينة، لما تشوف مثلا طبيب محترف في مجال تخصص، تقول هذا كيف تنشأته؟ هذا كيف بدأ؟ هذا من وين بدأ؟ فيك سؤال فضول أن بالفعل أن بدايات الصغيرة اللي أنا أبدأها وتكون صحيحة توصلني إلى نهايات عظيمة. طيب إذا أنا أحتاج إلى، ودائما نفتقد هذا الشيء، إلى رؤية. أنا دائما أقول البداية الصحيحة تبدأ برؤية واضحة، الصورة النهائية التي تريد طفلك أن يكون عليها في المستقبل. شو هي بالضبط؟ أنت شو تبي؟ لذلك إحنا عندنا تشويش في الرؤية. يعني لما تيجي مثلا أم مثلا بعد مرحلة عمرية، لما يصير بنتها عمرها 12 سنة، زين، تبدأ بموضوع الحجاب. زين، فكر في الحجاب. ما سبق ذلك الرؤية كانت مشوشة عندها، هي مش قالت لما بنتي تكبر صار عمرها 12 سنة، بس أنا تربيتها على الحياء كان المفروض من الصغر. الحجاب هذا مظهر سلوكي، لكن ما قبله هو الحياء المفروض أزرعها في بنتي عشان باكر هي تتقبل موضوع الحجاب. إذا الأم أو الأب يكون عندهم تشويش في الرؤية لأنهم مش عارفين شو اللي يبونه.